ممكن يجي لي سؤال يقول لي ما معنى المقاومة الكلية المكافئة لعدة مقاومات متصلة معا هي 10 أم؟ هقول له أي أن قيمة المقاومة الواحدة التي تؤدي وظيفة مجموعة من المقاومات كلها بحيث لا يتغير أي من شدة التيار الكلي أو فرق الجهد هي 10 أم. هي 10 أم. مهم أوي الإجابة البسيطة المختصرة دي. ممكن يجي لي سؤال تاني يقول لي علل لابد من بذل شغل لنقل الشحنات الكهربية من نقطة لأخرى. الإجابة للتغلب على المقاومة بين نقطتين حتى يسري التيار. للتغلب على المقاومة بين نقطتين حتى يسري التيار. سؤال تاني علل تسمح بعض المواد بمرور التيار والأخرى لا. هنقول السبب في ده ان بعض المواد بها وفرة في الالكترونات الحرة التي تسمح بمرور التيار الكهربي، فاذا كانت المادة تحتوي على وفرة من الالكترونات فانها تسمح بمرور التيار الكهربي الالكترونات الحرة، اما في بعض المواد الاخرى لا ليس بها وفرة من الالكترونات الحرة فبالتالي لا تسمح بمرور التيار الكهربي ويطلق عليها غير موصلة. يقولك تزداد مقاومة موصل بزيادة طوله ليه؟ تزداد مقاومة موصل بزيادة طوله لأن الطول بيتناسب تناسب طردي مع المقاومة، يعني المقاومة كل ما طبعا ده سبب، والسلك الطويل كأنه عدة مقاومات موصلة على التوالي. نقول إجابة تاني لأن R تتناسب طردي مع L، وكأن السلك الطويل كأنه يعمل كأنه عدة مقاومات متوصلة، يعني السلك الطويل ده كأنه مقاومات كذا مقاومة متوصلة مع بعضهم على التوالي. دي إجابة تانية، يعني دي إجابة ودي إجابة وممكن أضم الإجابتين مع بعض. ممكن يجي لي سؤال تاني يقول لي مضاعفة نص قطر بتاع سلك يؤدي إلى نقص المقاومة إلى الربع. الإجابة طبعا في السؤال ده لازم أبرهلها له بقوانين. بالإيه؟ بالقوانين. يعني إيه بالقوانين؟ يعني إن أنا أقول له إن R بتساوي رو E L على إيه؟ بتساوي رو E L باي ار تربيع. طب انا عايز اضاعف ار، يبقى انا كده لو انا ضعفت ار دي ار واحد العادية، طب ار اتنين بقى، ار اتنين بتساوي رو اي ال باي اتنين ار كل تربيع، يعني كده رو اي ال 4 ار تربيع ربع ار 1 ربع ار 1، وبالتالي ان ار 2 بتساوي ربع ار، ار 2 بتساوي ربع ار 1. نقول الكلام ده تاني، ار 1 بتساوي رو اي ال باي ار سكوير، ار 2 الجديدة بعد ما ضعفت نص قطر 2 ار كل تربيع بقت 4 ار تربيع. طب ما اطلع الاربعه دي ورا خالص اللي هي من تحت، يعني تبقى ربع ربع ار 1، هلاقي الباقي كله هو نفسه ار 1 القانون بتاع ار 1، فبالتالي ار 2 بتساوي ربع ار 1. يقولي علل تزداد مقاومه موصل بزياده درجه الحراره. هقوله لان ارتفاع درجه الحراره هيزود سعه الاهتزاز بين جزيئات العنصر وبتزيد سرعة الجزيئات، وبالتالي بيحصل زيادة في معدل تصادم الإلكترونات التيار الكهربي مع جزيئات الموصل فتزداد الممانعة لسريان الإلكترونات خلاله. نقولها تاني، ممكن نرسمها كده بكم كلمة عشان تبقى العملية بالنسبة لنا سهلة في الحفظ. عشان العملية تبقى سهلة هنقول زيادة درجة الحرارة بتؤدي لزيادة سعة اهتزاز الجزيئات بتاعة العنصر، بتؤدي إلى زيادة سرعة الجزيئات،
بيؤدي إلى زيادة معدل تصادم الجزيئات مع الإلكترونات الحرة، وبالتالي يحدث زيادة في المقاومة. السؤال يقول لك: تختلف المقاومة النوعية من عنصر إلى آخر، أو يقول لي بشكل تاني هي خاصية فيزيقية مميزة؟ المقاومة النوعية يعني هي خاصية فيزيقية مميزة. الإجابة ببساطة: لأن المقاومة النوعية تتوقف على نوع المادة فقط عند درجة حرارة معينة. لأن المقاومة النوعية تتوقف على نوع المادة فقط عند درجة حرارة معينة. ممكن يجي لي سؤال: علل التوصيلية الكهربية للموصل، هي خاصية فيزيائية مميزة له. الإجابة: لأنها مقلوب المقاومة النوعية والتي تتوقف على نوع المادة عند درجة حرارة معينة. ممكن يجي لي سؤال برضك: معامل التوصيل للنحاس كبير، معامل التوصيل للنحاس كبير، وتصنع منه كابلات التوصيل. ممكن يقول لي كمان: وبنصنع منه كابلات التوصيل الكهربية. الإجابة: لأن المقاومة النوعية له صغيرة، والفقد في الطاقة صغير. لأن المقاومة النوعية له صغيرة، والفقد في الطاقة لسلك النحاس دايما بيبقى صغير، عشان كده بنفضل استخدامه في الكابلات الكهربية. ومعامل التوصيل ليه كبير. ممكن يجي لي سؤال تاني: لا توصل الأجهزة المنزلية على التوالي. في كذا نقطة: واحد، حتى يعمل كل جهاز على فرق جهد المصدر نفسه، يعني انا ما بوصلهاش على التوالي، لاني لو وصلتها على التوالي الجهد هيتقسم، لكن انا بوصلها على التوازي علشان كل جهاز يعمل على جهد المصدر نفسه. الحاجة التانية: اذا تلف جهاز لا يؤثر على باقي الاجهزة، لان اذا تلف جهاز على التوالي الدايرة هتتفتح ومش هنقدر نكمل الا ما نصلح الجهاز ده. تلاتة: المقاومة المكافئة لهم تصبح صغيرة، وبالتالي فلا يضعف شدة التيار. تزداد القدرة المستنفذة من مصدر كهربي عند توصيل المقاومات على التوازي. ليه؟ لان لما هوصل المقاومات على التوازي هيبقى المقاومة قليلة جدا، شدة التيار هتعلى، وانا عارف ان القدرة الكهربية القانون بتاعها بي بيساوي في في اي. طب انا فرق جهد المصدر ثابت، اي بقى دي لما بتكبر يبقى القدرة المستنفذة بتزيد. انا اي بتكبر لما بوصل مقاومات على التوازي، لان المقاومة الكبيرة المقاومة المكافئة بتكون اقل ما يمكن. ممكن يجي لي سؤال بيقول لي: تقل المقاومة الكلية عند التوصيل على التوازي. الإجابة إن أنا هكتب القانون أقول إن المقاومة الكلية واحد على R داش دي بتساوي واحد على R واحد زائد واحد على R اتنين زائد واحد على R تلاتة مثلا لحد آخر الأرات يعني، وبالتالي مقلوب واحد على R داش هيطلع أصغر من أقل مقاومة من المقاومات دي، وبالتالي فالمقاومة المكافئة تصبح أصغر من أقل مقاومة اللي هي R داش. طبعا المقاومة المكافئة هي R داش. بيقول لي: في الدوائر المتصلة على التوازي تكون أسلاك التوصيل سميكة عند مصدر التيار الكهربي، ويقل السمك عند طرفي كل مقاومة. السبب إيه؟ لأن شدة التيار تكون كبيرة عند مدخل ومخرج التيار، ويتجزأ التيار عند كل مقاومة يجي لي سؤال تاني: ما هي النتائج المترتبة على زيادة كمية الكهربية أو الشحنة الكهربية عبر مقطع موصل في الثانية بالنسبة لشدة التيار؟ طب ما أنا عارف إن القانون بيقول لي إن I بتساوي Q على T. طب ما T هو مثبته لي، طب زود دي يبقى يحصل إيه؟ Q هو يعني I بتساوي Q على T. طب Q هو مثبت بيزوده وI مثابت، يبقى هيحصل زيادة لشدة التيار. ممكن يقول لي: ماذا يحدث بردك، او النتائج المترتبة على زيادة شدة التيار بالنسبة لفرق الجهد بين طرفين موصل، يعني بالنسبة للقدرة المستنفذة؟
طب ما انا عارف ان في، ما انا عارف ان في بتساوي اي ار، وعارف ان بي بتساوي اي تربيع ار، طب اللي هي القدرة يعني. طب اذا زادت شدة التيار بالنسبة لفرق الجهد هيزيد فرق الجهد، واذا زاد فرق الجهد يعني انا بزيادة شدة التيار بالنسبة لفرق الجهد بين طرفين، زاد شدة التيار يبقى حصل ايه؟ فرق الجهد هيزيد، الاتنين هيزيدوا، لان لو المقاومة ثابتة وهنا القدرة بتزيد، القدرة بتزيد بزيادة شدة التيار، القدرة بتزيد بزيادة شدة التيار، وفرق الجهد بيزيد بزيادة شدة التيار. يبقى أنا عندي فرق الجهد بيزيد بزيادة شدة التيار، وعندي القدرة بتزيد بزيادة شدة التيار. يبقى أنا جبت علاقة مرة بين الآي والفي، زودت الآي تزيد الفي، طب هنا زودت الآي تزيد البي. سؤال مهم جدا يعني، واخدناه قبل كده يعني في الشرح، بيقول لك ماذا يحدث اذا زادت اي للضعف بالنسبة للمقاومة؟ يعني انا زودت اي للضعف بالنسبة للمقاومة، يعني لا يحدث شيء، المقاومة تفضل ثابتة بالنسبة لار، ار تفضل ثابتة لان ار ثابتة، اي مقاومة ثابتة، زود اي زي ما انت عايز تزودها ان شاء الله 100 ضعف هتفضل ار ثابتة. برضك زيادة ال للضعف ونقص ار للنصف بالنسبة لار، طبعا حليناها قبل كده، هيحصل زيادة في المقاومة الى 8 اضعاف، زيادة للمقاومة الى 8 اضعاف، لاني تعال نشوف كده ال زادت 2، انا عندي ار بتساوي تاني. يبقى انا عندي كان لو انا حاولت ان انا اجيب الموضوع ده كده، كان عندي ار بتساوي رو 2 ال نص ار تربيع باي، يبقى طلعت 8، صفيت الكلام ده كله 8 رو اي ال ايه، يبقى زادت ل 8 اضعاف.